عبد الله ابو غيث في عزف منفرد على العود. طبعا انا بشكر الاخوان محمد وطلال اللي تحدثوا لنا عن التاكسي ومشاكله، وكونهم من سواق التاكسي وطرحوا العديد من النقاط. فطبعا عشان تكتمل الصوره، احنا اتصلنا في وزاره الداخليه واتصلنا بالعميد يوسف السعد مدير الاداره العامه للمرور، وتفضل مشكورا بالحضور هني ورحبوا فيه معاي. مساء الخير ابو عادل. اهلا حياك الله، اهلا بيك ورحب فيك في البرنامج. شكرا ابو عادل، سمعت انت الكلام اللي قالوا الاخوان؟ صحيح. ان موضوع التكاسي والاشياء اللي بتضايقهم والاشياء اللي بيعتقدونها تحد من نشاطهم، فهل هناك من رد او توضيح لهذه النقاط؟ أنا تابعت حديث الإخوان سواق التاكسي اللي عرض قبل قليل، وكذلك اطلعت على المذكرة اللي رفعوها لوزارة الداخلية بشأن مطالبهم. سواق التاكسي رفعوا مذكرة. في الحقيقة يعني من استعراضنا لهذه الأشياء، في بعض النقاط اللي أثاروها لهم كل الحق فيه تقريبا، أو وجهة نظر سليمة يعني، خاصة فيما يتعلق في مزاحمة الوانيت لهم، ما يتعلق بتوفير المواقف الكافية لوقوفهم وتنقلاتهم إلى آخره، فيما يتعلق مدة سريان رخصة السائق من سنة إلى مثلا سنتين أو 3 سنين. هذه أشياء الحقيقة لا يختلف عليها أحد، سليمة، وحنا يعني نسعى إلى طبعا تحقيقها. ولكن أنا أتصور أن ليست هذه هي المشكلة الحقيقية بالنسبة لأصحاب التاكسي. مشكلتهم الحقيقية هي في تصوري تكمن أن حصلت متغيرات كبيرة يعني في البلد من يعني 10-15 سنة تقريبا، وأصحاب التاكسي لا يزالون يمارسون مهنتهم كما كانوا يمارسونها في السابق. بمعنى إنهم يكفون في أماكن محددة في المدينة، وتقابلها أيضا أماكن محددة في بعض المناطق خارج المدينة، ينتظرون الركاب يجونهم. هذا النظام كان ماشي في الماضي على أساس لم يطرأ أي جديد، لكن بعد أن ظهرت قضية المواصلات العامة وسيرت خطوط على مختلف شبكة الطرق، الباصات، وظهر التاكسي تحت الطلب، أصبح هذا الأسلوب يعني ما يجذب المواطن. فمن هذه النقطة اللي يعني بدأت المتاعب بالنسبة لهم. زائد أيضا الآن التاكسي لما بينتقل من المدينة إلى السالمية أو حولي أو الفروانية، الرحلة اليوم وياه تأخذ وقت أضعاف عن الوقت اللي كان يمارسه في الماضي، فهذه طبعا بتسبب له نوع من الخسارة. ليش تاخذ وقت؟ اشارات مرور وكذا، الزحمه يعني الازدحام، كثره السيارات وسهوله اقتنائها من الافراد في مختلف المستويات، ايضا هذه قللت الاقبال على موضوع التاكسي. زائد ان التاكسي نفسه لم يطور اسلوبه. يعني التاكسي المفروض وظيفته شلون؟ انه ينقل الراكب من مكان الى مكان معين، لكن اللي يحدث الان هو يمارس تماما مثل الباص، يشيله من المدينة ضمن خط معين مثل الباص تماما، ويخليه بالشارع ويمشي عنه لما يقدر يوصله إلى محله، إلا إذا طلبه خصوصي. وإذا طلبه خصوصي بيطلب عليه سعر أكثر. يعني لنفرض مثلا من المدينة إلى حولي بيشيل 5 ركاب مثلا ب500 فلس، لكن لو يجي واحد يقول له شيلني من المدينة إلى حولي ب500 فلس، ما يقبل، لازم يقول دينار أو دينار ونص. ليش؟ لأنه لما يشيل 5 ركاب يتوقع أن هذه الركاب ينزل منهم في الطريق بعض ويصعد بعض آخر، وبعدين ما يلتزم أنه يودي الشخص إلى المكان اللي يبيه. ثانيا مثلا لما يطلبها يعني الشخص يعني أشر له بالطريق، يعني تجد يعني غالبا التاكسي ما يقف مثلا. ليش ما يقف مثلا؟ يكون رايح الى الوظيفه مثلا،
أو شغله أو رايح إلى السوق يقضي حاجة أو رايح إلى هدف معين، لأن التاكسي ليست وظيفة أساسية له. يعني سواق التاكسي معظمهم موظفين، يعني أقدر أقول يمكن 90% أو 80% منهم موظفين حسب إحصائياتكم. طبعاً لأن أغلبهم موظفين. فهذه الممارسة أو هذا التصرف من جانب صاحب التاكسي تخلي الناس تعزف عنه. ليش تشجع الآن الوانيت وقام يشيل ركاب، ويمكن السيارات الخاصة أيضا قامت تشيل ركاب بالأجر؟ كله ناتج على أن الناس ما عندها ذاك الاعتماد على سيارة الأجرة، إن لما يمر على أشر ما يقف له مثلا، لو قال له مثلا لا تسرع قال له ما يعجبك انزل، لو قال له قصر الراديو قال له كيفك ما يعجبك انزل. إن السعر نفسه خصوصي او مع ركاب. بالضبط. بس انا بقول حتى الدينار لو قال يعني باخذك من البلد الى النقره مثلا بدينار خصوصي يعني نفر واحد، هو في نظري لا زال اقل من تاكسي تحت الطلب. اقل يعني تاكسي تحت الطلب ادنى سعر عنده دينار. دينار واحيانا دينار اكثر لأقل طلب. اقل شيء تقريبا دينار، لكن هو توفي وياه، لانه لو اخذ بنص دينار اولا الراكب ارتاح وسيارته هو ارتاحت. لكن هي المشكلة شن هي؟ إن السيارات أصبحت كثيرة، سيارات تاكسي نفسها. يعني اليوم وصل عندنا على ما أعتقد حوالي 10,000 11,000 سيارة، في حين إن حجم تاكسي صالون تاكسي في حين إن حجم العمالة لا يستاهل هذا الشيء. بعدين المعروف إن التاكسي غالبا لا يستخدمه إلا الناس الميسورين اللي عنده إمكانية يدفع. وبعدين التاكسي ايضا في حكم القانون مخصص لنفر واحد، يعني انا لوحدي او وياي اصحابي نركب فيه، ولكن ليس يمارس كما يمارس الباص انه يمشي بالشارع وينزل ويركب وينزل. هذا مو وظيفه التاكسي. هل هذا منصوص عليه يعني؟ طبعا اي، التاكسي اساسا لنفر سواء عاد بعداد او في لوائح معينه في بالنسبه للاجره، ولكن الممارسه الحاليه لا غلط. طيب الأخوة أثاروا نقطة اللي هي أنت تعرضت لها ببساطة شوية، يعني ما تطرقت لها كثير، اللي هي مزاحمة الوانيتات لهم فعلا. يعني هذا شيء فعلي قاعد يصير. هم بيقولون أن، وأنا قلت لهم مثل ما سمعت، أن فعلا الوانيت اللي ركب عبرية ضد القانون. هم بيقولون ما في ممارسة ولا في عقوبة صارمة تمنع أصحاب الوانيتات من كسر القانون. فإذا كانت المخالفة 15 دينار أو 10 دنانير، راعي الوانيت مستعد يتحمل هالمخالفة كل شهر مرة مرتين. لا، هي العقوبات في القانون شديدة ومتروك تقديرها إلى المحكمة. فيها حتى في عقوبات يعني إجراءات إدارية، حنا نلقي ترخيص المركبة، نسحب إجازة السائق، وأحيانا يعني تصل إلى إبعاد السائق إذا تكررت مشاكله. لكن يمكن تقول ان العقوبات ما هي مطبقه بشكل حازم اكثر وبشكل قوي اكثر، جايز هذا. لكن الاساس ان مثلا الوانيت هو بحكم القانون ممنوع علينا يمارس نقل الركاب، لكن مع ذلك يمارس ويتعرض الى العقوبه باستمرار. احنا يعني يوميه عندنا مئات المخالفات تسجلها ضد الوانيتات. ولكن اللي يحدث هي مثل نوع عرض وطلب. يعني هذا المواطن لما يقف بالشارع يمر على التاكسي ما يقف، يمر على الوانيت أو النساف أو اللوري، المهم يصل إلى هدفه. فهي القضية يعني أنا أقول لو سواق التاكسي أو أصحاب التاكسي تكون مبادرة من عندهم في تحسين الخدمة والانتشار. الآن يعني تجدهم تركزهم في المدينة، بينما لا تلاحظ أدنى يعني تركز في مثلا حولية أو في الفروانية. يعني ما في مواقف يتجمعون فيها في السالمية، في الحولية، في الفروانية، في الجهرة، في مختلف، في الجمعيات، مع أن احنا حاطين لهم مواقف في كل مكان وممكن نزيدها. يمكن ما في سوق هناك وايد. لا، هي طريقة يعني هم تعودوا على نمط معين، فهم لو مثلا بعد هذه المتغيرات الكبيرة، يعني كثرة السيارات الخصوصية، وجود الباص، تاكسي تحت الطلب، لابد أن يعدلون على أسلوبهم في الخدمة. يعني أنا لا أتصور أن إنسان يفضل الركوب في الوانيت على سيارة التاكسي لو كانت نظيفة وموجود صاحبها باستمرار، وكل ما أشر له واحد شاله وحسسه أنه فعلا بيخدمه.
هذه الحقيقة معدومة، أو إذا ما هي معدومة مستواها يعني أقل مما يجب. يعني تيني أنا مثلا شكاوي يقول لك مثلا لو قلت له خفف السرعة يقول له ما يعجبك انزل. الراديو أخوي سكرة ما نبي راديو بنتحدث مع بعضنا، قال لك لا ما يعجبكم انزلوا. أو إنه يأشر، وهذه غالبا عاد إنه تأشر له، أنت واقف بالشارع تأشر له ما يقف لك. ليش؟ لأنه هو مثلا يكون رايح يقضي حاجة في السوق، رايح الدوام، يمكن هذا الراكب ما عجبه. لأن أيضا الوظيفة هذه أو الممارسة هذه لا تشكل وظيفة أساسية له، فلذلك هو يأخذها على الهامش. صحيح أن قسم كبير منهم محتاجين إلى تحسين مستوى دخلهم، ويمكن ما يتقنون أي وظيفة إلا وظيفة التاكسي، ولكنهم معارفين كيف يمارسونها، ومعارفين شلون يجذبون الناس للتعامل وياهم. طيب، وحكاية تأخير منحهم الرخص، الأخوان قالوا أن إذا واحد عنده إجازة عامة ويريد ياخذ رخصة للاستعمال أو سياقة تاكسي تتأخر عندكم سنة تقريبا. هم هي لا، بحكم القانون الناس رخصة التاكسي لا تمنح إلا للسائق اللي يكون عنده إجازة عامة مضى عليها سنة، وهم عندهم وجاهة في هذا. يعني ويمكن حنا ضمن التعديلات اللي بنسويها نلقي هذا الشرط، إن الإنسان عنده إجازة عامة ممكن أن يصرف له رأسا. أي بس هو الهدف أو هدف المشرع من اشتراط هذه المدة، لأنه الحين ممكن واحد يحصل على إجازة عامة اليوم توه ما عنده أي خبرة بالسياقة. فالمشرع يهدف من المدة هذه السنة أن يكون السائق عنده ميراث ويعني خبرة خلال سنة، لأنه بيشيل أوادم، بيشيل ركاب ثانين، فإذا ما تكون عنده الخبرة الكافية قد يعرض حياتهم للخطر. ولكن هذا الشرط ممكن إلقائه إذا رؤي يعني أن ليس هناك يعني ضرورة لوجوده. إنما هو أنت بتوافقني أن هذا الشيء قد يشكل مضايقة. هذا فعلا هذا، ومسألة تجديد الترخيص كل سنة مرة، لا أنا اقترحت الآن كل 3 سنوات علشان يتمشى مع الفحص الطبي. عندهم أيضا الصحيفة الجنائية هم يرفضونها، أنا أقول لا هذه ضرورية، لأن الإنسان اللي بيشتغل في هذه المهنة ضروري كل 3 سنوات يفحص عن حالته الجنائية وحالته الصحية أيضا. وهذه نوافقهم عليها على أساس بس مد المدة بدل سنة تصير 3 سنوات. طيب، وعادة تعتقد لو أن سواق التاكسي عملوا لهم جمعية أو نقابة أو هيئة بتنظم أعمالهم وتدافع عن حقوقهم يعني ممكن تنحل؟ أنا الحين أنا ودي الحقيقة أساعدهم في القضية هذه، وهم يبدو أنهم مهم قادرين يحلوا مشكلتهم، وهو الحين في بدائل كثيرة. في بدائل كثيرة لمساعدتهم، وما في شك هم لو تصير عندهم نقابة، بس المشكلة اللي تواجههم أنهم ليسوا متفرغين، وليست مهنة، والتاكسي ليست مهنة أساسية لهم. فلذلك لما يقدمون طلب إلى أعطاهم نقابة، السلطة ترفض، بيقولوا لهم أنتوا ليسوا أصحاب حرفة، أنتوا أساسا موظفين. في مجموعة منهم متفرغين لا شك يعني. أنا أقول لو مثلا هذه المجموعة المتفرقة اللي ينطبق عليها القانون تتقدم بتشكيل نقابة، جائز السلطة توافق، وهذا من الخطوات الأساسية اللي توجه مجهودهم. لأن الحين مثلا لما يجيني أنا سائق واثنين وثلاثة، أنا لا أقدر أعتمد أن هذا يمثل وجهة نظر المجموعة ككل. البدائل اللي أحب يعني أطرحها في هذا الموضوع واللي يساعدهم، احنا قلنا قبل قليل أن الأسلوب اللي مارسونه يعني لم يعد ينفع في الوقت الحاضر، أنك تقعد في مكان معين وتنتظر الركاب يجونك، هذا يمكن كان في الماضي، لكن الحين ما أعتقد. وهذه هي الأساس مشكلتهم، لأن يتجمعون بأعداد 100-200 سيارة في مكان ويضيعون الوقت كله والنهار كله، يدوب يحصل ضربة وضربين. هذا مو طريقة عمل. طريقة العمل أن التاكسي باستمرار يلف. يعني أنا أفضل، يعني أعتقد لو مثلا عملنا لهم عدادات وزدنا الأجور بدل هالركضة اللي هو يركض فيها وهالتعطيل والبلاء، ونزيد الأجور مالتهم ونحط لهم عداد ونخلي لهم مواقف منتشرة في كل مكان لأعداد قليلة من السيارات، يعني ينتظر فيها مثلا، بس بشرط أن يكون موجود عند سيارته، مو يوقفها ويروح يخش في المحل. في أيضا إمكانية إذا ممكن يعملوا لهم شركة مساهمة مغفلة، ويمكن الحكومة تساعدهم في إنشاء مثل هذه الشركة. ممكن يقومون شركات، عدة شركات، لأن التاكسي في جميع بلاد العالم تمارس الشركات ولا ينضبط أصلا بواسطة أفراد في الغالب.
في الغالب يعني. بعدين أنا أقول يعني هم الآن لو استطاعوا أن يحسنون من خدمتهم ويحسنون التعامل مع الناس، أنا متأكد الناس ستقبل على التعامل وياهم وسيشعرون أنهم فعلا يعني. لكن الآن تاكسي تحت الطلب قاموا ينافسهم، هذاك يجيك مرتب تاكسي نظيف يجيك إلى محلك يوديك إلى المكان اللي تبي ويأخذ منك سعر يعني معقول يعني مو هو شيء زايد. بعدين اليوم كل واحد عنده 50 دينار 100 دينار بيشتري له سيارة. المواصلات أيضا عندها برنامج الآن بتسير حوالي 900 سيارة بدل 150 الآن. طيب هم إيش يسوون بكرة؟ صحيح. مع 10,000 سيارة إيش يسوون؟ إذا العملية لازم تتنظم. يلزمهم تنظيم. ولازم يعني يسمعون كلامنا حنا ولا يعتقدون إن إحنا لما إني نقترح التنظيمات إن نهدف إلى إيذائهم أبدا. هم فئة من المواطنين احنا مسؤولين عن سعادتهم وراحتهم. لا يعقل يعني احنا يعني الواحد يسال نفسه يعني او يطرح السؤال على اللي هم يفكرون هالشكل، احنا شنو هي فائدتنا من ان احنا نضايقهم؟ ليش؟ مع انهم ناس بيادون خدمه. ايضا احنا يعني يجب ايضا حتى انا يعني في تصوري يجب ان نقول للشرطه ان يعني يعاملونهم معامله خاصه. ليش؟ لانه دائما متحرك في الشارع، لما يقف بينزل راكب او ينقل راكب شرطي خالفه هذه مرفوضه عندنا، بس بشرط ان الوقوف هذا لا يعطل حركته مو بنص الشارع. إيه. وانا اعتقد يعني هم لو اتبعوا اسلوب التفاهم واخذوا الامور يعني في عقلانيه وفي هدوء وبدون يعني مثل ما تقول يعني ضجيج كل شيء ينحل يعني ليست مشكله. وبعدين هذه مرافق التاكسي معروفة لها نظم مستقرة في جميع بلاد العالم. صحيح. يعني ليست مشكلة أبدا. نتمنى على كل أنكم تحلون مشكلة التاكسي في المستقبل القريب، وأن التاكسي يشعرون أنكم في الواقع ساهمتوا فعلا في حل هالمشكلة. أبو عادل بدي أنا في الواقع أتطرق وياك قبل لا ياخذنا الوقت إلى بعض يعني الواحد ينتهز وجودك في البرنامج لكي أيضا يستفسر منك عن أشياء بتهم الناس في هذا المجال. يعني من عرض الأمور اللي في الواقع زاحم البلد هي السيارات، كثرة السيارات الأعداد المتناهية. أفتكر في يمكن 450,000 حاليا سيارة في الكويت، ويمكن في نهاية العام هذا تصل إلى نصف مليون، وتصل إلى نصف مليون وهذا عدد ضخم جدا وشايفينه حنا كل يوم. طيب إيش تعتقد يعني الحل لهذه المشكلة؟ هل يكون مثلا بالحد من الاستيراد، وهذا طبعا الناس وايد راح يزعلون منه، هل يكون بتقليص أو الحد من منح إجازات السياقة، هل يكون مثلا ببناء طرق أكثر وأوسع؟ الازدحام هذا يعني كيف يعالج وليمتى؟ الحقيقة يعني هذا الموضوع أشبعناه بحث يعني دائما نتكلم فيه يعني. وأنا شنو آخر شيء يعني لكن لا يمنع من التكرار، مع أن يعني أنا يمكن بكرر الكلام بقوله الآن لأن في العديد من المقابلات التلفزيونية والإذاعية والصحفية والحديث اليومي يمكن نفس الكلام اللي بقوله الآن. ما هي المشكلة ماشية يعني لكن لا يمنع من التكرار. نعم. هي أساس المشكلة، أساس المشكلة إن اليوم حنا بنعتمد في تنقلاتنا الروتينية على السيارة الخاصة كوسيلة أساسية في الانتقال. هني بدأت المشكلة. نعم. فلا علاج لقضية المرور ما لم يكون الانتقال أو عملية الانتقال بواسطة النقل الجماعي اللي هو الباصات والوسائل الأخرى المتطورة يعني. لأن الآن إذا حنا بتكون السيارة الخاصة هذه هي الوسيلة الأساسية في عملية الانتقال، هذا معناه أن السيارات بتكثر، ولما بتكثر لن تستوعب هالطرق ولن تستوعب هالمواقف وستكون لها سلبيات بعيدة جدا. سلبياتها الحوادث، سلبياتها الإبطاء في الانتقال مثل ما نشاهد الآن. يعني الآن لما بتروح من نقطة إلى نقطة تأخذ لك حوالي ساعة، في حين إنه لو كانت الطرق كلها سالكة ولا فيها اختناقات يمكن تأخذها بعشر دقائق. هذا أيضا فيها تضييع للوقت. تلوث البيئة أيضا
الناس نفسهم الآن اللي بيأخذون السيارات هذه أو اللي بيعتمدون في تنقلاتهم الروتينية على السيارة الفردية بتكلفهم تكلفة اقتصادية باهظة جدا، في حين إن لو كان في هناك نقل جماعي يعني كنا حلينا كل هذه المشاكل، قدرنا نقلل نسبة الحوادث، وقدرنا نعالج الناحية الاقتصادية هذه بالنسبة للأفراد ودخولهم، قدرنا إن تلوث البيئة ومشاكلها نخفف منها، قدرنا نسهل ونكون يعني في مرون سلس وحركة أسرع من. تقدر بعد تربط لي هالمشكلة الازدحام هذه بالسلوك الاجتماعي للناس؟ أصبحت السيارة في الكويت رمز معين يعني، وأصبحت السيارات الفارهة الطويلة رمز معين أيضا، فهذا سلوك يهيئ لي أكثر. لا يعني مثلا السيارات الضخمة والأشياء هذه أساس إن في هنا عندنا رخاء، وإن الإنسان ما دام إنه ميسور ويحب يعني ينتفع من المبتكرات العلمية الحديثة ليس هناك مانع، ويضيف إلى تلوث الشوارع ويضيف إلى الازدحام. لكن هي هذه ليست المشكلة، المشكلة إن حنا هذه مثل ما ذكرت عملية الانتقال لازم تدرس من جديد، هي كلها الأساس، المشكلة هي العملية الانتقالية. كيف نقنع الناس في الواقع بركوب في الباصات؟ هو أيضا هو من الصعب، لأن في ناس وايد متضاربين في الرأي، يعني أنا لي وايد كثيرين معارضين في هذه الفكرة، لأن أجيب لك مثل يعني من كثر أنا ما أبحث في هذه القضية، يعني بعض الناس يقول لك طيب أنا هذا الشخص ليش أنا أحرمه من أنه يشتري سيارة ويسوقها ما دام أنه قادر. الثاني يقول لك من يركب الباصات. الثالث يقول لك روايات كثيرة. لكن أنا يعني أنا يهمني جدا تحقيق المصلحة العامة. صحيح أني مثلا بتخذ إجراءات معينة بتحد من حريات بعض الناس ومن مصالح بعض الناس، ولكنها بالتالي تصب هذه الإجراءات في تحقيق الصالح العام. أنا صحيح أنا الآن لما أي طبعا بشجع النقل الجماعي لازم أعمل إجراءات تصعب استعمال السيارة الخاصة وتصعب أيضا اقتناعها، يعني أصبح في تدخل شوية في مثل ما تقول حرية التجارة، تدخل في يعني في تدخل بسيط من بعض الشوارع لما تمنع أيضا يعني تغيد الناس من الحركة بسياراتهم، هذه أيضا لها علاقة في الحريات. لكن لما تقيم هذه الإجراءات في مردودها الإيجابي على الفرد والمجتمع ككل تجد أن هذه الإجراءات ضرورية، لأن احنا بنكسب من هذه الخطوات اللي بقصدها أنا أن بنقلل نسبة الحوادث، بنخفف على الناس متاعب الصرف هذه على السيارات، لأن السيارة مثل الدشداشة تستعملها سنة سنتين هي ب3000 4000 دينار تشتري واحدة بدالها. إذا أنت دخلك محدود ستبقى لن توفر شيء، تأخذ فلوس مني وتحطها مني، هل السيارة لما تشتريها ب3000 تبقى وياك مدى الحياة؟ لا، لو كانت كنا ما نعارض هذه الفكرة. صحيح. يعني هي لا حقيقة يعني هي، وبعدين الآن الدول المتقدمة يعني كأمريكا وأوروبا وغيرها لم تستطع أن تحل مشاكلها بطريقتها التقليدية هذه أبدا، وصلوا إلى يعني في موضوع النقل الجماعي إنهم ينقلون 3/4 الناس في النقل الجماعي. طيب بعد الوقت يسرقنا، بدي سؤال أخير. طبعا شاكر على كل التوضيحات اللي قلتها. سؤال أخير عن أرقام السيارات الجديدة، ما أدري يمكن سؤلت عنه في السابق وجاوبت عنه، بس أنا أيضا أعرضها مرة ثانية لأن في تكهنات كثيرة وإشاعات. أولا المطروح أن هذه الأرقام غير عملية، الحرف ما يبين صغير، لما تبتعد عنك السيارة تأتي إلى مرحلة بتشوف فيها الأرقام ولكن ما بتشوف فيها الحرف، فهذا بشكل صعوبة مو بس للناس اللي يريدون التقاط رقم السيارة، أيضا يمكن لسيارات النجدة لما تطارد لها سيارة هاربة أو شيء لا تستطيع رؤيتها. إيه موضوع اللوحة هذا يهم الشرطة بدرجة أولى، يعني هي لا تهم المواطن، يعني هي تهم الشرطة والجهاز المسؤول عن الأمن. يعني الخطورة في الموضوع إن السيارة لما ترتكب جريمة أو حادثة أو كذا يصعب يتهم المواطن يعني بصورة أو بأخرى، لكن الأهمية تكمن عند رجال الأمن اللي هم مسؤولين عن حفظ الأمن. طبعا
فوضوح النمرة يعني على أساس يسهل للمواطن ولرجل الشرطة المسؤول عام أن يلتقط النمرة بسهولة. احنا فعلا لاحظنا أن الحرف حجمه صغير وأن لا يتناسب مع الأعداد، مع أن جزء من الرقم، إنما احنا أدركنا أدركنا هذا الموضوع، والآن قاعدين نعمل على عمل نماذج جديدة لتكبير الحرف بما لكي يصبح تماما كحجم العدد. طيب، علشان الرؤية تكون. أنا بتساءل بس يعني الجماعة ليش ما فكروا بهالنقطة من البداية يعني؟ هو الحقيقة هذا الرقم أنا اللي سويته. أنا اللي سويته. لكن حصل له ملابسات. وكان مقرر أن ينطبع عندنا بالكويت ونشرف عليه أول بأول. لكن اللي حدث أنه طبع في الخارج وما صار لنا خيار. لما اكتشفنا كان الاتفاق أنه يطبع في الكويت، يعني أنه يقام المصنع هني بالكويت وتسلم لنا 750 لوحة يوميا، فكان ممكن إحنا نكتشف هذه الأشياء في أول مراحل الشيء، لكن هذا اللي حصل. إنما هذا رغم أنا اللي يعني وياي طبعا من كبار المسؤولين في وزارة الداخل شاركوا، لكن أنا أعتبر نفسي المسؤول الأول عن تصميم هذا الرقم. والآن طبعا أنتم في سبيل وحنا في سبيل تصحيح الموضوع الحرف هذا. وعادل، أنا شاكر جدا تفضلك هني والرد على تعليق الأخوان سواق التاكسي وعلى بعض أسئلة البرنامج. العفو، الله يسلمك. طبعا أعزائي المشاهدين، يسرقنا الوقت ونأتي إلى نهاية هذه الحلقة. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم، فما الله.